أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم فزع منهم قالوا لا تخف إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
إن هذا أخي له تسع وتسعون نادة ولي نادة فقال اكفنيها وعزني في الخطاب. فإذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. قالوا لا تخف خصمان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. تسعون نادة ولي نادة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال لنادى
وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك فغفرنا له ذلك فغفرنا له ذلك وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلف حسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
يا داود إنا دعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد إن الذين يضلون لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا
تذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نعم العبد إنه أواب. صدق الله العظيم.